انتوما الهيئه المديره للرشيديه شنو هي وضعيتكم؟ ما عادش موجودين مستقلين؟ لا لا مجمدين؟ لا لا وقعت شنو وضعيتكم بالضبط؟ على الاوراق وبصفه رسميه على الاوراق كي تقرا الاوراق وقعت جلسه عامه وانتخبوا ولا تعينوا اللي ما نعرفش شنو نحطوها جاء هيئه جديده هذا على الاوراق هي على الاوراق وفي الحق في الحق مشينا على روحنا اش مازال طالبين خذوا الاوراق خذوا المقرات خذوا كلش مازال طالب انا شنو عندي حق خرجت على روحي مشيت روحي شنو المشكل شنو المشكل عندنا ديسبونسور مالهم وزاره التعليم العالي وزاره البحث العلمي بما ان واحد ومنها سي وزاره الثقافه مشى سي محسن بشيخ بايو من وزاره الثقافه يقول له الوزير ما عادش نحب نشوفك هوني وما عادش نحب نسمع بالرشيديه وما عادش نسمع بالهيئه هذه وما عادش وقفوا لي عليها كل شيء كيفاش جيت للرشيديه؟ ايش مجايبك؟ ايش مجايبني؟ جايه النحسه ايش مجايبني؟ جيت للرشيديه خاطر جي في وما في ان بوغاج دو كران هاو بديت باش نحكي لك انا على زياد غرسه ونرفة بن عيسى معناتها كانوا حبابي وفي بالي حبابي برشا وقعدنا يجي شهرين ولا ثلاثه يحضروا في جوابات ويحضروا في حاجات خاطر متعاركين مع الهيئه القديمه واللي عملوه الهيئه القديمه الكل مش عاجبهم فهمت ويتشكيوا منهم سي هذا المدير الفني ولا مره حب نعملوا برنامج جهلة جهال ما تعرفوش بهاي بهاي مدام تعمل في حاجه بهاي هذوما نعم ما يسالش مدامك تعمل ما يسالش ومدام هذا يمشي ومدام كلنا ومدام صغير ما يسالش تولي ما هوش فما امور ما هيش معقول ما تسي حتى النوبة فلوس النوبة حاضرين عمر ما حبش يسجلها انتم الهيئة المديرة وضعيتكم الحالية شنية بالضبط والله يا هلا لا نعرف هكا زياد غرسة عاد ما هو يسمي وينحي ويحط قال على محسب ولحية سابق الرئيس السابق وعلي انا الرئيسة السابقة يحب هو يرقصها يمكن رشيدي ممكن ياسر هو نوفل بن عيسى اونتر بارونتيز راهو من الاول ما حطوش نوفل بن عيسى في الفرقه سكت انا خاطر انا ما عنديش دخل هو مدير فني هو يعرف اكثر مني اخي مشيت شاورت انا وشفت شف نعرف احبابي واصحابي قالوا لي والله نحا خاطر سمع انه خذا دوز في الانستيتيو وقتها اتعس نوت يعطيوها هي 14 هو خذا دوز نوفل بن عيسى سيت ان بيتر ميوزيسيان قال ما نحبش نحطه كل واحد يضرب على درابوه فرشيدي كل واحد كل واحد يضرب على دربه الرشيديه كنز هذا يا راه وانت تعرف هذا الشيء هذا وتونس كامله تعرف تونس تعرف فهمت انه كنز حتى حد ما حافظ عليه مع كل احتراماتي اللي سبقوا وقت جيت انا حبيت نخدم منهم واحده في الراديو قالت احنا قاعدين توا بدينا نجمعوا في التراث واش كنتوا تعملوا توا 10 سنين التالي الرشيديه الجمعيه اللي تكونت من عام 1935 elle se réduit à la série نتاع حفلات في وقت من الاوقات احنا كهيئه واللي اكثر من هكا لزمونا باش ردوها سلعه ولا التجاره ولا زياد غرسه دلول على دلول انا ولا نمشي وزمر اسكو الرشيديه بتعزف يا لالن يا لالن تصبح على خير يا لعيد يا لعيد قال اسمه ماشي هذه الرشيديه سي لو ترمومتر نتاع الثقافه نتاع تونس نتاع الفن التونسي اسكو لا رشيديه السوليميت ا دي بيرسون ولا عباد معينين ولا موسيقي معين ولا نو سي با سا كل واحد اللي باش يدخل للرشيديه يل فا كونتريبيوي للتاريخ روحي امست واصبحت في ظل الله في ظل الله لا حول ولا قوه الا بالله الا برشا حديث قرينا برشا كلام في الجرايد قرينا برشا اتهامات في الجرايد موجهه لمحسن بولحية الاتهامات انا مش بتثقف يحكموا ناس تحكم مش بتثقف لكن كما قلت انا
عندي شهيدي العليا وخذيتهم مانيش صدق 8 سنين. والثقافه الثقافه اللي هذيك اللي يسبوا فيها العباد مانيش انا مانيش متكون منها. انا التجمع يظهر لي لو كان جيت من التجمع ما يصيرش فيا هذايا وما يصيرش تنحيد في ربع ساعه على كلمه مهما كانت الحاله، ثم تجميل ثم تفقد بستة من الناس يعطوا يتفقدوا ثم يقول لك امشي. كان جيت من التجمع راهو هذا كل ما صارش. راهو يا سي محسن في عقلك اش بيك هكايا؟ راهم على الاقل تجمعوا حولك وقولك حل هكا ولا برشا تهم موجهه ليك بسيرش. انا كنت مواليه ربما للنظام السابق، انا كنت مستغله ربما علاقاتك مع النظام السابق. اي ميساج خليهم يتهموا، انا حتى نفسر لك ونوضح لك. فسر لي. انا كي بديت قلت لك راني عطيت دروس في نادي عليسة اللي هو كان متاع اخت مدام بن علي. معناتها خدمت فيه، كلموني في تليفون باش نخدم نخلص. فهمت؟ مش مشيت له كمومبغ باش نتبهى، لا خلصت فيه. خدمت وخلصت. خدمت وخلصت وتعاركت جيتي ميز على بورت من عندها اختها باش خاطر انا معناتها جي اوزي ريبليكي، جي اوزي دير ستوب. اللي غنيت لولي العهد الانيفرسير واللي قابل الرئيس واللي اعطاه هديه مقابلتها وعن طواعيه قدمها وهو يقول فيها مش انا قلتها، هو قلتها وثم هديه من اللي قدمها له كل شيء. باسم الغالي زين بلادي اللي بالشباب ينادي، اللي بالشباب ينادي وحنين عالموسمين زهرت يمي ما في الغيم مبروكين زي زياد غرس. عمل جميع مجهوداته باش تكون الرشيدية زياد غرس. جي ما جابش فرق زياد غرس تكلف عليه غالي. يتكلم الشعبة، تكلم الوزارة، الوزارة تبعث سي زياد غرس مدعم وما مدعم فهمتني ولا وحاجته بزياد غرس. سي لوتاج دو زياد غرس الرشيدية، جو لو دي اوفيرتومون. يلعب بالرشيدية كيما يحب هو ويشتي. لا بروف انا جيتي دوب. فهمت؟ واللي ما يمشيش في خدمته البيرسونيل هو يتنح في الهيئه. 12 وسامحني في الكلمه اللي تبل ولا تعلو قدام واحد صحيح قولوا نساركم بها، ورغم بور ايفيتي لي بروبليم وحفاظا على هيكليه الرشيدي على الاقل من برا. الرشيدي موجود وعلى الاقل ثم حفلات الرشيديه ان ابارتيان ا بيرسون تاع التوانسه الكل. زياد غرسه ما عنده حتى علاقه قانونيه مع الرشيديه. استنيني، زياد غرسه هو المدير الفني للرشيدية. ما عنده حتى علاقة قانونية مع الرشيدية، بالكلمة. بالكلمة. ما عندوش قدرته. فسر لي خنف. فسر لك ما عندوش قدرته. كان زياد غرسه وقت الثورة هذية يتزايد علينا ما نرجع كان ما تعطيني 5 ملايين خاطر الأخرى عليا أنا كانت كفاية 3 ملايين ونص ما حبش تعطيني 5 ملايين. نحشموا على روايحنا. كيفاش تكون ولد الرشيدية؟ 3 ملايين ونص وزير ياخذهم. وزير وديما ما مش به علاقات قانونيه ما عندناش مع زياد غرس. كل علاقاتنا مفروضه من الوزراء نتاع الثقافه، الوزير اللي قبل هذايا والوزير هذا والوزير هذايا الله يغفر له. وبالله بين قوسين بلغني واني خاطر شاف في جريده اني قلت متواطئ مع سي زياد غرسه، اذا كان مسيت الكلمه انا نجبت كلمتي. اما نخيل يكون متواطئ مع زياد غرسه كي ينفذ في تعليمات رئيس الدوله اللي كان امبي ثقافيا وجاهل ومن عند مرته اللي سي زياد غرسه فهمتني ولا على خاطر يغني لها في هذه عليسة ولا شنية فهمتني ولا ولا يحكم في البلاد يحكم. نموت على الرشيديه ونكره الرشيديه او ميم طون خاطر زياد غرسه ونوفل بن عيسى ما خلونيش نحبها توا. وانا كي نخدم حاجه
لازم نخدم في الحاجه اللي نحبها. زياد غرسه يظهر حتى حد ما يشك في قيمته الفنيه. مش انا مانيش ناقد انا. انا وقت اللي غني تعجبني نقول به، اما وقت اللي نفطن انا اللي كل مره يغني نفس الشيء ويمشي للقسنطينه يسمع المحير سيكا نتاع القسنطينه ويجي يقول انا عملتها ويدخل في دوامه اخرى. بعد ما تسكش في قيمه بيكاسو، اما وقت بيكاسو يبرز لي انا مانيش ناخذ، اما وقت لي نفس الشيء يحط لي يكون نفس الوزن في الخشم نقول راحت. جينا باش نصوروا، علاش ما صورناش؟ ما تصورش ما تصورش كاميرا، قلت لك سكر الكاميرا نتاعك. لا جوست تعطينا خاطر انا الاداره نتاعك قلت لك دو فوا تخوا فوا. اكيد عنده حفلات هو فرقته كخاصه يحكم اللي يحب، ما حدش ما يحكمش. يخلص عنده شهريته ويخلص من خدمته على روحه. هو علاش رعايته لنا زياد؟ شوف معاه قول له غلط اش كبير، انا قلت لك اش كبير. زياد هكا علاش ليه؟ كي غلطك ايش حاب نعمل له؟ جيني عيط لي زياد قول لي اسمع نقول لك يصور دقيقة انا نطلبك في دروا ليماج وتعطيني دروا ليماج وانا ما يهمنيش فيك يعطيوك ولا ما يعطيكش. قلت له يا زياد انا ما طلبتهمش وما نطلب حتى حد ما نطلبش التلفزه، ثم شي تلفزه جات قالت لك انا كلمت. قال لي يا اخي هذا مطلب من الفرقه راني جو سي كاباب باش نوقف احنا فماش احنا هو استدعانا. كي خرجت قلت لي هو استدعاني وانا نثبت قلت لك هو راهو رئيس تخت نتاع الرشيديه ماهوش جمعيه الرشيديه. جو مسوي برونسي مره برك قعدت مع الهيئه القديمه وقلت لهم كانكم تخموا في مصلحه الرشيديه اجا نعملوا هيئه كومون ونبداو كي باش ننظفوا حاجتنا بمصلحه البلاد وباش ننظفوا البلاد نبداو برواحنا